لهيب النيران للمرة الأولى يصل عنان السماء. انفجار زلزل مرفأ بيروت. اعتصر قلوب اللبنانيين. الرابع من أغسطس عام 2020. كانت اللحظات القاسية التي شقت أمان العاصمة اللبنانية بأكبر انفجار في تاريخها، وأطلق عليه البعض انفجار بيروتشيما تشبيها بانفجار هيروشيما النووي. مرفأ بيروت، الشريان البحري الذي تمر فيه السفن التجارية، ولسوء الحظ أو بسبب الإهمال في عام 2013 احتجزت سفينة محملة بأكثر من 2000 طن من مادة نترات الأمونيوم بسبب عيوب فنية تحول دون مواصلة إبحارها، وأعلن مالكها إفلاسه، فتمت مصادرة الشحنة. وبعد إجراءات قضائية تم تفريغ المادة شديدة الانفجار في المستودع رقم 12 بالميناء في عام 2014. وبعد 6 سنوات كانت الكارثة ببدء حريق في المستودع رقم 9 امتد إلى المستودع المملوء بالمادة المتفجرة، وحدث انفجار ضخم على مرحلتين. الأولى ظهرت خلالها سحابة دخانية ضخمة، ثم حدث في المرحلة الثانية الانفجار الضخم الذي هز بيروت وامتد أثره إلى مسافة 10 كيلومترات، أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ والسفن الراسية وحصد أرواح أكثر من 218 شخصا، وأصيب أكثر من 7000 آخرين، وتضررت 3 مستشفيات و34 مدرسة ونحو 50,000 وحدة سكنية، وبات نحو 300,000 شخص بلا مأوى. وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي، وانهار قطاع السياحة برمته. الرئيس اللبناني حينها ميشيل عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ أعلن على إثره حالة الطوارئ والحداد الوطني. وفي 10 من الشهر ذاته قدم رئيس وزراء لبنان حسان دياب استقالة حكومته. يوم استقالة هذه الحكومة، الله يحمي لبنان. بعد 3 سنوات فشلت تحقيقات السلطات اللبنانية في محاسبة المسؤولين عن الحادث، فدعت الأمم المتحدة في عام 2023 إلى إجراء تحقيق دولي. وحتى بحلول الذكرى 4 لا يزال الوضع يراوح مكانه. لن ينسى سكان العاصمة اللبنانية تلك المشاهد الأليمة، ذلك الانفجار الذي أدى إلى تسونامي، والأكثر ألماً عدم محاسبة الجنى.